مش عارف نبدأ ولا الجو مش مناسب. نبدأ السيشن بتاعتنا فيها ديبيت أوقعني فيه سوء حظي أمام الأستاذ الدكتور إمام واكد على ملعبه في المنوفية. فلكن هي الفكرة في الموضوع، احنا بنتكلم تبطل في مصر علاج. ممكن يا جماعة نستأذنكم الصوت ورا بس عشان نسمع بعد إذنكم. الديبيت في مصر نبطل علاج الهيباتيتس بي لعيان اي انتجين نيجاتيف نون سيروتيك ولا لا؟ كلام واضح جدا، مش بي عموما، اي انتجين نيجاتيف نون سيروتيك. في جايد لاينز وفي توصيات من الايزل، توصيات الايزل موجوده، قالت اي انتجين نيجاتيف نون سيروتيك بقاله 3 سنين بي سي ار نيجاتيف سيرفيس انتجين اقل من 100 ويقدر يتابع ويجيلك، وفي جهة تتحمل تكاليف علاجه ومتابعته بطله. سيروتيك او بقاله اقل من 3 سنين او سيرفيس انتيجين عالي او مش هيتابع معاك او محدش هيدفع ما تبطلش. المتابعة دي صعوبتها لو كان بياخد تونيفوفير هيجي كل اسبوعين، انتيكافير كل 4 اسابيع، كل مرة كوانتيتيف بي سي ار، كوانتيتيف سيرفيس انتيجين، انزيم ليفل. مما يبدو في مصر شبه مستحيل، ويرجح ان فكره الايقاف مرفوضه تمام. لكن انا عندي هنا بقى شويه حاجات عايز اقول لك عليها بسيطه جدا، ودي عيانين كانت عندي فعلا وانا عملت معاهم مثل هذه الاجراءات. انت لما تيجي تبطل وكانك بتفترض ان العيان ده أضلت اميونو كومبتنت بيتعرض لأكيوت انفكشن، غالبية الناس دي بتطرد الفيروس. اللاك فيز وكأنها انكيوبيشن بيريود، الري اكتيفيشن فيز ممكن ما تحصلش، لكن لو حصلت يبقى من حسن الحظ، لأنها لو حصلت الاميون سيستم اللي كان بقاله 3 سنين ما شافش الفيروس، اللي كان الفيروس عامل له اميون ايفيشن ومش خلوه مش بيضرب الفيروس، يشوفه لاول مره بعد 3 سنين بعد ما هو تحرر من الانهيبيشن بتاع الفيروس رقبته ويخف كانه أضلت اميونو كومبت. لكن اي فلير في جزئين، جزء انه العيان ده الفلير ده يصاحبه انخفاض في الدي ان ايه، انخفاض في السيرفيس انجين، العيان ده في طريقه انه يخف او يعلى السيرفيس انتيجين، يعلى دي ان ايه، ده فلير وهيموت. من هنا جه السؤال، ابطل ولا لا؟ ابطل ازاي؟ لو بطلت النتيجه ايه؟ طب الفلير ده ازاي؟ طب هل ممكن ابطل بقواعد بحيث ان انا وانا بتابع هذا العيان اخد الفايده وابعد عن المشكله؟ هنبص في الكلام ده سريعا عشان الوقت. انا هاجي هنا هوت واقول لك بص على اللونج تيرم اوتكم، وشوف اللونج تيرم اوتكم ده تحقق في عيان هيباتيتس بي باي علاج خده ولاي وقت خده، انترفيرون او نيكلوزايد انالوج، ان في سيرفيس انتيجين لوس 20%، لم تحدث في تاريخ اي علاج. سيرفيس انتيجين ده هو الانديكيتور بتاع السستيند ريسبونس، هو الانديكيتور بتاع هو ده الفانكشن، هو ده الهدف. لما وقفت العيان هذا الكلام 20% حصل لهم فانكشنال كيور مما حصلش سابقا في اي دواء. تعال شوف اللي بعديها، 40% عندهم سستيند فايرال ريسبونس. خلي بالك مينتيند غير سستيند، مينتيند يعني اون تريتمنت، sustained يعني off treatment. زي ما بنعالج هيباتيتس سي كده بيقول لك sustained virological response، يعني انا وقفت العلاج بقالي 6 اشهر والفيروس نيجاتيف. 40% sustained off treatment، يعني 40% في اللونج تيرم نيجاتيف بي سي ار من غير تريتمنت، ادي 60%، 20 منهم functional cure والتاني sustained، والباقي وضعه ايه؟ الدي ان ايه عالي شويه والانزيمز عاليت شويه، دي ان ايه ما وصلش 2000، الانزيمز ما عليتش، العيان ده مش محتاج علاج. كانه لسه ما عادي، في ناس طردت الفيروس، في ناس عندها دي ان ايه واي ال تي ما يحتاجش علاج، في ناس تانيين احتاجت علاج. اصبح الارقام بعد ايقاف العلاج
بالنظر إلى ما كنت تستهدفه حققت أكتر من لو كنت استمريت في العلاج. وعليك أن أنت تشوف أنت وفرت فلوس ووفرت drug-drug interactions ووفرت سايد افكتس من الدواء ووفرت فولو اب للعيان بعد ما خلصت القصه دي. طب انت كنت خايف من ايه؟ خايف من الفلير. الفلير ماي بروف فيتال. امتى وفين وازاي تتدخل عشان تعالج تاني او عشان تبطل علاج تاني؟ ليها كريتيريا وقواعد وبالانزيمات والبيلوبين و و. لكن انا هضرب لك مثل بقى يسموه ريل لايف براكتس كلنا شفناه. كل واحد في اللي قاعدين هنا بما فيهم الدكتور امام جاله عيانين وقفت العلاج من نفسها من غير ما حد يوقفه ولقاهم عيانين كويسين او ما جرهمش اي حاجه خالص. وياما عيانين كانوا بيشتغلوا في حته مامنه عليهم وبعد كده طلع على المعاش على ما نقل نفسه على التامين الصحي خد له 5-6 أشهر من غير دواء ما حصلش فيه مشكله. وياما عيانين سافرت عند ابنه في السعوديه يعمل عمره وخد معاه الدواء فالواد قال له استنى لما تحج قعد 3 أشهر من غير دواء ما حصلوش مشكله. طب يا ترى في مصر حد عمل احصاء الناس اللي توقفت دي حصل فيها ايه عشان نقدر نقول في مصر نوقف ولا لا؟ محدش. طيب الجزء اللي بعديه وبشركم بذلك رغم انها بشرة غير جيدة، بعد شوية انت مش هتلاقي دواء فيروس بي في مصر، مش هتلاقي دواء فيروس بي في مصر. المسألة تجارة بحتة. النهاردة مفيش انترفيرون في مصر، كل الناس اللي قاعدة دي شغالة في الكبد. فين دواء الهيباتيتس سي؟ هيباتيتس سي لما تيجي تطلبه النهاردة وتكلم الشركة يقول لك اخر باتش عندنا طلعت في شهر فبراير، اصل ما بقاش حد يطلبه. لما الفاكسين يتعم في مصر وناس تموت وناس تخف وناس تبطل علاج من نفسها، توقع ان علاج الفيروس بي هيجرى فيه زي اللي حصل في علاج السي وزي حصل في الانترفيرون، مش هتلاقيه. ساعتها هتعمل ايه؟ من هنا انا بقول هنوقف ونتابع ونعيد العلاج اذا وصلنا للكريتيريا التي تحتم إعادة العلاج. إنزيمات تعلى، بيليروبين يعلى، أو أي النقار يعلى، والأهم من ذلك سيرفيس أنتيجين مش بقى يعلى، ما ينزلش. يعني الريبليكيشن شغال، السيرفيس أنتيجين هو دايركت ميجر للسي سي دي إن إيه، هو البريدكتور أوف سستيند ريسبونس، هو الإيم أوف كيور. أوقف، تابع، رجع العلاج لما يكون في انديكيشن، ما تحرمش العيانين من فرصتها انها 20% يفقد السيرفيس انتيجين، 40% يبقى سستيند ريسبوندر، 20% كمان 10 منهم يبقى عنده دي ان ايه ومش محتاج علاج، 10 بس ممكن يحتاجوا العلاج. اشكركم شكرا جزيلا. بس